السيدات والسادة متابعي قناة الموسوعة التاريخية لإعلام حلب وتراثيها الكرام، أتحدث إليكم عن ذكريات الترماي في حلب، جزء من تاريخ تراث حلب أيام زمان. بعد ركام الألم والحسرة يتذكر السوريون القدامى وخاصة سكان حلب ودمشق مشاهد جميلة لحافلات الترام الكهربائية وهي تجوب الشوارع الرئيسية لتلك المدينتين الأعرق في منطقة الشرق الأوسط. رغم التوسع العمراني الذي شهدته حلب في مطلع القرن العشرين، لكن بقيت وسائل النقل مختصرة على الدواب، وكانت مكانة الراكب الاجتماعية حسب ما يمتطيه، فالأغنياء ذو المكانة الرفيعة ركبوا الحمير البيض، والفقراء ركبوا الحمير السود أو الرمادية، وكان الحصان أو الفرس وسيلة الانتقال الفردية السريعة. أما العربة الحنتور التي تجرها الخيل عادة تخدم الميسوريين فقط من أبناء المدينة، ولها أماكن تجمع في الساحات الرئيسية بجميلية وتراب الغرباء وباب الفرج وباب الحديد والعبارة. لكن تلبية لطلب أهالي حلب بإنشاء خط ترام اقتداء بدمشق العاصمة التي تم بها افتتاح خطوط الترام في نيسان 1907، بدأت في حلب أعمال الإنشاء من قبل الشركة الفرنسية تراموي، حيث حددت أولا مسارات السكك الحديدية في الشوارع، ثم نصبت الأعمدة وربطت شبكة الأسلاك الكهربائية ومددت الخطوط الحديدية الأرضية. افتتحت شركة كهرباء وحافلات حلب بحفل رسمي حاشد يوم 1 كانون الثاني 1929، تدشين تسيير الترماي في حلب. لكن سبقت تدشين تجربتي أول حافلة للترماي في حلب يوم الجمعة في 28 كانون الأول 1928، على خط الجميلية جب القبة، ليحصل حادث اصطدام مروع بين حافلة الترام وعربة حنتور، فوقع ضحايا تحت عجلات هذه الآلة السريعة التي لم يعتاد عليها الحلبيون بعد، والتي سموها بنات عزرائيل. وتناقلت الصحف في الحدث بتنبيه الأهالي وأخذ الحذر أثناء السير وعبور خطوط سكة الترام التي تسير على الخطوط التالية: واحد خط محطة الشام للقطارات تنطلق من مبنى المالية، ثم باب الفرج، باب جنين، بنك سوريا، قصر الحجارين، خان الحرير، حيث وضع لخدمة هذا الخط 3 حافلات: 2 خط المشفى العسكري، الحميدية، النيال، الإطفائية القديمة، التلل، باب الفرج، باب جنين، باب انطاكية. وضع على هذا الخط 3 حافلات: 3 خط السرايا يبدأ من الجميلية، ثم جامع الصديق، ساحة سعد الله الجابري، شارع القوتلي، باب الفرج، باب النصر، باب الحديد، جب القبة، برية المسلخ، مدرسة المتربي الأصيلي. وخلف السرايا وضع على الخط 5 حافلات، ولتأمين سير الحافلات في جادة الخندق منع دخول الدواب وألغيت مواقف عربات الحنتور في باب الحديد وباب النصر. أهلي حلب الشهباء ما إن شاهدوا هذه الترمويات دهشوا وأعجبوا بها بعد نسيان الحادث، وأحبوها لسرعة وسهولة وراحة تنقلاتهم التي كانت تعمل من 6 صباحا حتى منتصف الليل، فتداولوا أغنية: شوفوا الترماي يا عيوني شكله أصفر ليموني، وشبابيكا من بلور أما ظهره كموني. شوفوا الترماي يا عيوني شكله أصفر ليموني، وشبابيكا من بلور أما ظهره كموني. كان في الترام الواحد 1 مخسورات، 1 للسيدات وثانية للدرجة الأولى، والمقاعد فيها ذات فرش جلدي بينما باقي المقاعد خشبية. أما نوافذ الترام كبيرة، وكان الزجاج يفك صيفا لتلطيف الجو الحار ويعاد في الشتاء للمحافظة على دفء الترام. وكان ينطلق جرس الترام المتميز بصوته you
الذي يحركه السائق بقدميه عند كل وصول ومغادرة إلى محطة مخصصة لصعود ونزول الركاب، وأحيانا على الطريق لتنبيه المارة، وعندما ينقطع التيار الكهربائي تتوقف الترماي في مكانها بلا حراك، فيتضايق الركاب، منهم من ينتظر ومنهم من يغادر. بعد تدشين السراي دار الحكومة الجديد، أصبحت الحاجة لإطالة الخط الثالث لينفذ سنة 1938، ويزداد عدد حافلات الترماي إلى 21 حافلة. اشتغلت الترمواي 20 عاماً، لكن بعد دخول السيارات شوارع حلب بدأ إلغاء خط باب الفرج قصداً للحجارين عام 1955، ثم إلغاء خط باب الفرج الرمضانية عام 1956، وألغيت عربات الحناتير مع منح كل صاحب حنتور رخصة نمرة سيارة نقل تاكسي صغيرة. بعد عام 1957 أصبح خط برية المسلخ القصيلة مزدوج، أي خط للذهاب وخط للإياب، وتم إلغاء قسم الدرجة الأولى لإزالة الفوارق الاجتماعية بين الركاب. الحافلات الكهربائية الترماي توقفت عن الخدمة نهائياً عام 1963 لتحل مكانها باصات النقل الداخلي الجماعي لخدمة النقل بين أحياء حلب التي بدأت انطلاقها عام 1952. المصدر: كتاب حلب في 100 عام، كتاب حلب القديمة والحديثة للأستاذ فؤاد هلال، تاريخ النقل في سوريا، صحف ومجلات. الأخوات والأخوة الكرام، يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم ما نقدمه. شكرا جزيلا لكم.